لم يكن عام 2020 عاما صعبا فقط بسبب الأزمة التي أثارها انتشار فيروس كورونا، بل كانت أكثر السنوات التي شهدت انتهاكات خطيرة ضد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم واختطافهم. هذا ما كشفه تقرير صادر حديثا عن منظمة الأمم المتحدة والذي سلط الضوء على الانتهاكات بحق الأطفال، والذي أشار إلى أن عام 2020 كان عاما حزينا بشكل خاص للأطفال المتضررين من النزاع، مع معاناة أكثر من 19 ألف طفل بشكل مباشر من واحدة من أكثر الانتهاكات الجسيمة ضدهم. التقرير الأممي أكد أن أكثر من 8000 طفل قتلوا أو تعرضوا للتشويه بسبب الحروب المستمرة، حيث أظهرت أفغانستان وسوريا واليمن والصومال أعلى عدد من الضحايا الأطفال، في حين استمر تجنيد واستخدام الأطفال مع تضرر نحو 7000 طفل في عام 2020، وحدثت معظم هذه الانتهاكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وميانمار. وبحسب التقرير فإن الانتهاكات التي سجلت ارتفاعا في عام 2020 كانت الاختطاف، وبنسبة خطيرة بلغت 90%، في حين ارتفعت نسب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي إلى 70%. يضاف إلى كل ذلك ارتفاع الهجمات على المدارس والمستشفيات، بما في ذلك الهجمات الخطيرة التي استهدفت تعليم الفتيات والمرافق الصحية والعاملين فيها. كما شهد الاستخدام العسكري للمدارس زيادة، خاصة خلال الجائحة والإغلاق المؤقت للمدارس، ما جعلها أهدافا سهلة للاستخدامات العسكرية. كما تعرضت فتاة واحدة من بين كل 4 فتيات إلى الانتهاكات في عام 2020، 98% من الضحايا كنا فتيات. سلبت حروب الكبار طفولة ملايين الفتيان والفتيات مرة أخرى في عام 2020، وجعلتهم يعانون من الصراعات بشكل مؤلم وقاسي، لكن أقصى ما أظهرته البيانات هو أن الصراعات لا تفرق على أساس النوع والسن، بل هي تدمر فقط.